وقلنا ان في تصنيف الحوارات في القرآن بصفة عامة هنلاقي ان الحوار او الكلام الموجه من ربنا لسيدنا محمد مختلف عن كل الحوارات في القرآن، برغم ان كلهم في النهاية هدفهم التوحيد، لان الحوار الموجه لسيدنا محمد هو حوار موجه للبشرية كلها، فبيرسي قواعد وقوانين ومنهج يستمر يتناسب مع كل البشر في اي زمان واي مكان، غير خطابات الانبياء كانت موجهة لاقوام محددة عندهم آفة معينة واتصفوا بصفات معينة، فالخطاب ساعتها موجه لفئة من البشر. حوار ربنا سبحانه وتعالى المواجهة لسيدنا محمد السمة العامة فيه انه بيتمم مكارم الاخلاق، ودي الرسالة الاساسية للرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى مفيش موقف ومفيش ابتلاء الا وعاشه الرسول ووضح لنا الاجابة النموذجية فيه بالاستعانة بمنهج ربنا. علشان كده حوارات الرسول هي مرجع لكل ابتلاءات ومواقف البشر، هو المنهج اللي نذاكر منه نلجأ له في كل تفاصيل حياتنا من ابتلاءات، وجع، فقد، ظلم، منع، عطاء، هتلاقي ابتلاءك موجود ومتقال فيه تتعامل ازاي بمنتهى الإنسانية والأخلاق والمراعاة والحكمة. النهاردة الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن توصيات واضحة، التوصيات دي جت في سورة كاملة هي سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. برغم أنها قوانين عامة لكل المؤمنين، لكن الخطاب موجه للرسول لقدسية التوصيات، وبرغم قدسية الزواج وميثاقه الغليظ وآيات كتيرة عن حدوده وحقوقه، إلا أن الطلاق ربنا عامل لنا له سورة كاملة عنه. ليه الطلاق له سورة كاملة؟ لأن الإنسان بطبيعته لما بيعوز حاجة بيستميت أن يطلع أحسن ما عنده، وده بيحصل بديهي قبل قرار الجواز، لكن في الانفصال وهتسيب حاجة ما بقتش عايزها فهتبذل ليه وتضحي ليه، خلاص أنت سايب، فالإنسان بطبعه بالأنا بتاعته بيستخسر. ربنا نزل سورة الطلاق وخطاب مباشر لسيدنا محمد، سورة بتتكلم عن القواعد العامة لأصول التعامل في كل أوجه الفراق في حياتنا، وأكتر علاقة فيها قرب وحقوق هي علاقة الزوجين، ولما بيكون القرار لإنهاء العلاقة دي بيبقى عند كل واحد طاقة نفور وغضب تخليه قادر يحول الآخر لكائن سيء ما تخلقش أسوأ منه، فلما ربنا يحط قوانين تدار بيها النفس في موقف زي ده بيبقى من باب أولى إن النفس تدار وتروض في أي علاقات تانية في الحياة. فسورة الطلاق هي منهج للانفصال والفراق في حياتنا بصفة عامة. في خطوات كتيرة ربنا بلغ بيها سيدنا محمد لو طبقناها هتكون هي دي النتيجة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. يغني الله كلا من سعته، ربنا وعد إنه يغني كل واحد بعد ما يفارق. غنى يعني إيه؟ المقصود بيه كل معاني الغنى من سعة الله، يعني كل نقص ووجع وخوف واحتياج ناتج من الفراق ده هيعوضك ربنا عنه من سعته هو وفضله وحكمته، فهيبقى الفراق في ظاهره وجع مش بسيط لكن باطنه بردا وسلاما وغنى وعوض من الله من غير ما نشترط شكل العوض ايه. لكن كل ده مش هيحصل غير باتباع التوصيات اللي ربنا وصى بيها سيدنا محمد في خطابه، وهما يعتبروا خمس توصيات. أول حاجة واتقوا الله ربكم، التقوى يعني تقي نفسك وغيرك بقوانين الله، وهي أساس كل الأوامر التانية اللي مش هتعرف تحققها غير بالتقوى. تاني حاجة فارقهن بمعروف، المعروف العلماء قالوا هو التراضي بالشكل المعروف عليه بين الناس حسب كل زمان ومكان طالما ما بيخالفش تشريع. تالت حاجة واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، علشان كل واحد ما يفتكرش نفسه عامل اللي عليه من وجهة نظره، فإنك تشهد أصحاب العدل اللي مش هيتبعوا أهوائهم وتستشيرهم على إنه يكون فراق فعلا بالمعروف كامل الحقوق مش باتباع الهوى. رابع حاجة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني ببساطة كده ما تلوش دراع بعض فتجبر اللي قدامك على قرار غصب عنه من عجزه. خامس حاجة لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ادفع الحقوق كاملة، ولو مش قادر فعلا فحاول واسعى لسداد الحقوق، وربنا هيسر لك أمرك بصدق نيتك. ده المنهج اللي مش هتعرف تحققه غير بأول أمر التقوى، وساعتها دي نتيجة التقوى والتوكل اللي بيها هنوصل للغنى الكامل. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. السؤال هنا هو إزاي كم الفتوحات والرزق اللي ممكن تحصل بسبب فراق وانفصال وطلاق؟ الفكرة في إيه؟
الفكرة في إننا نتعلم ونتعود إن كل قرار في حياتنا لو مرجعيته ربنا والهدف منه ربنا، لازم ربنا هيسندك فيه ومش هيسيبك وهيرزقك، وكلها اختبارات الإنسان بيكتشف حقيقته وقتها. فالعبرة من أي قرار إننا نشوف فيه ربنا قبل ما نشوف بشر. وفي علاقات ما ينفعش فيها الصبر، محتاجة الهجر والبعد علشان نقدر نحافظ على سواءنا واتزاننا النفسي، فنعرف نقوم بأدوارنا ورسالتنا في الحياة اللي ربنا أوجدنا علشانها. فالجواز أو الطلاق الاتنين هما وسيلة توصلنا لهدف أكبر، هو ربنا، هما مش هدف في حد ذاته. فالحديث المتداول والمعروف إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هو حديث العلماء قالوا إنه غير صحيح، لكن بيستخدم من منطلق النصيحة والدعوة لإصلاح البيوت والنفوس، لكن هو مش حديث. الطلاق هو اختيار من الاختيارات اللي ربنا شرعها لما الجواز استمراريته تتحول لأذى. والأصل إن الهدف من الجواز هو السكن علشان الإنسان يعيش مطمن، فيقدر يكمل رسالته في الحياة اللي هي الهدف اللي اتخلق علشانه. في اللي بيكون جوازه ابتلاء مش سكن، لكن قادر يصبر ويكمل وشايف استمراره ده أخف الأضرار. وفي اللي مش قادر واستمراره وجع وأذى نفسي، وعلاقة الزواج وقتها بتبعد كل البعد عن الهدف والحكمة منها، وبتدخل في دايرة عدم تطبيق حدود الله اللي مأمورين بيها في الجواز، من قوامة بمفهومها الحقيقي، من المودة والرحمة، من تطبيق معاني الميثاق الغليظ اللي ربنا وكلنا بيها في قرار الجواز. كلها حدود الله ملزمين بتطبيقها في الزواج، ولو بذلنا كل الأسباب لتطبيقها وما نفعش، فوقتها الطلاق هو المخرج المشروع. وفي حالة إن الاتنين هيقدروا ينفذوا حدود ربنا فيرجعوا تاني، فدي الشروط والهدف. المعنى ده ربنا وضحه لنا في آية: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فالطلاق ملهوش علاقة بإنه أبغض الحلال، هو البغض في مسألة تطبيق حدود الله أو عدم تطبيقها في الحالتين، جواز أو طلاق. وفي ختام سورة الطلاق ربنا قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا محيط بكل شيء وعليم بتفاصيل كل واحد عمل إيه وبيعمل إيه. ممكن جدا واحد يتقي ربنا والتاني لأ، والنتيجة تبقى فراق مش بالمعروف بسبب طرف من الأطراف. فاعمل اللي عليك بصدق وربنا مطلع، ولو عرفت تنفذ المعاني دي وقت الفراق فإنت قطعت شوط كبير قوي في إيمانك بشكل عام، هيغير موازين حياتك بعد كده. والعبرة هنا مش برضا الطرف التاني عنك وحكمه عليك، في ناس مهما عملت مش هيرضوا. ركز مع ربنا وقوانينه وتحرر بالله، ربنا هيغنيك بطريقته. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما.